لكن كل التوفيق وكل التمنيات الطيبه للزمالك بكره والاهلي ان شاء الله. تتوقع الماتشات كام كام؟ الزمالك والترجي والاهلي وصندر. انا اتمنى الفرقتين ما يتغلبوش. يعني ممكن الزمالك قلقان من ماتش الزمالك والترجي ولا الاهلي وصن داونز؟ لا قلقان من الزمالك والترجي لان 2-3-1 غير 2-0. قلقان من ماتش الزمالك والترجي؟ اه 3-1 غير 2-0. الاهلي لازم يتغلب 3 لا قدر الله. مش هيحصل. 2 سهله تجيب جون، يجي في الجون هيبقى في قلق. فاتمنى الزمالك يجيب جون اول ربع ساعه ان شاء الله.